شباب، عاملين ايه النهارده؟ دلوقتي احنا بنلعب لعبة زومبي، بس انا كنت لعبة ديت من سنتين او من سنة. صح، انا لعبتها من سنة وعرفت هي بتتلعب ازاي، فانا ممكن اعلمها لكم. فانا عرفت الكرافتنج وبتاع، وفي كلاب ممكن تساعدني وكده. والله ما انا عارف وفيها ولا ايه. ساتر ولا بيحصل. ايه ده؟ هو تقول لي اللي هم ايه ده؟ ايه ده؟ انت نايم، ما تصحى يا عم، عم نشوف المشكله. يخرب بيتك. ايه ده؟ تقول لي تستنى عشان تتحرك، تقول لي امشي هنا. واحد متفنش. ثواني، بدل في واحد متفنش يعني في زومبي. شفتوا؟ مش قلت لكم بيت سنينكم ده لسه مفنشكم 100 مليون مره. لايف افتر في حاجه بتاع كل يوم ده انا مفنشكم. ديد مان، يا نهار. دلو كلين مين ده؟ مش عارف. بكلين القرف ده، يا نهار. الشاكوش، شعرك منكوش. يا دي النيلة، يا دي النيلة على الزومبي. استنى، انا ممكن اتسحب واضحك. لا مش كده. يلا ايوه، تيتا تيتا. اوعى دول على فين. هيت شوت هيت شوت هيت شوت على طول. ايه ده؟ بيقول لي شوف معايا. ايه ده؟ ماب. ممكن اعرف انا فين. ايه ده؟ دي في حاجه هلاقيها. اسلحه كده يا رب. يا سلام على العز الجامد. السلاح رايح فيها. ممكن اخلصه على زومبي واحد. الله يسامحك، الله يسامحك. ايه ده؟ خلتنا خلص سلاح كله عليك. خربت. ايه ده؟ في راديو. مايا، ازيك يا مايا؟ دي بتقول لي التعليمات. ماشي. بتقول لي اللي في عربية اصطدمت في حادثة اتعملت. يعني كده في موارد انت لازم تجمعها عشان تقدر تحمي نفسك وتقدر تخلص على الزومبيات. بس بتقول لي اللي هم ممكن يتراسبينهم. يا نهاري، اتعبت من ايدكم. تعالى يلا، يخرب بيت سنين. اوعى على هقطعك. والله العظيم هرميكم في الزبالة. فين الزبالة بقى؟ أيوة، فين هي؟ فين الزبالة عشان ارميكم؟ والله العظيم ده انتم عاوزين ايه ده؟ او الخشبة. دي لازم اشوف التعليمات. ايه ده؟ بتقول اللي احنا لازم نجمع خشب واقع ثلاثة منه. ايه ده؟ ماشي. بيقول لي، قصدي بتقول لي طبعا يا جدعان، التعليمات بتقول لي اللي انت لازم تجمع موارد عشان تعرف تحمل الادوات وكده وتظبط نفسك. شايفين ده؟ انا عندي 3 و35 كوين. احنا محتاجين موارد. وايه ده؟ يا سلام، حاسين بيا. واو واو واو. ايه ده؟ بيقول لي هتسرق 5 كوين، دول معايا 30. دول بيتغيروا. ايه ده؟
والفرن ممكن نعمل اكل. انتوا ما عاوزين اكل ايه؟ اصل لكم سمك مقري تاكلوه. لا قصدي احنا في رمضان. ها بصوا على طول بيجي 4 بس. انت مجنون يلا. اوكي الزبير وستون بيك اكس ماشي. دول كأننا بنلعب ماينكرافت. صدقوا تخيلوا كده حلو. تقول لي الله عليك انت لازم تلحق نفسك عشان فايرون كده وكلام من ده. ماشي ايه ده في مكان يخرب بيت سنينك الصوت. يخرب بيت سين ايه ده في راديو ولا اسمه ايه ده؟ في راديو تقريبا. احنا محتاجين حاجات عشان نقدر معايا حاجات. استنوا ماشي. قطع المات بتقول الزبيد وكلام من ده والشيلد وبتاع. الملابس الخزر ده يا عم حطها يا عم احسن الساعة. ايوه كده لو لقيت بسين هبلبط بقى. طب انتم ليه حاطين في التشيس؟ شيل يا عم بدل العصاية بلا بتاع. طب خلينا نمسك العصاية هنحط بقية الحاجات عشان لو متنا ناكل ضروري عشان ما تفنش. حلو اوي كده. خد 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 خد. انا هطلق بعد شوية بس بعد ما اعمل المواد والحاجة. حلو انا اصل اخر واحدة واقدر اكلم طوارئ. حلو ايه ده؟ استنوا بصوم. موتوسيكل نقدر نتنقل من مكان لمكان. سلام لم كي. لا انت بتعمل ايه يا زكي؟ ماشي ايه ده جتلي بزر. هنسيب حبة الاكل وش جدعان. بقول لكم ما انا خايف على الموارد دي خايف قوي. عاوزة اسيبهم ضروري. انا هسيب شوية الاكل بس شوية الحاجات. ايوه حلو. لو لها اسلحة تانية يبقى كده زي الفل. اقدر اعمل نفس بيت. حلو نعمل باب ده ونعمل جدار بس كده عشان نعمل تأمينات عشان لو في زومبيات هترخم علينا نكون حامين نفسنا. جمع جمع. حلو. جدعان غل. جدعان اسف بقى ما عندناش اكل تاني فانا هاخد الجزل. الجزل ده ايوه هاخد اللحمه بتاعته بس كده. حطهم في البيت عشان خايف والله على الموارد. خايف. خد خد خد. والله شكلي هنضف الدنيا هنا بس البيت بتاعي فخم. هيكون فخم ايه؟ تحفه تحفه. ده هو الحاجة. الحاجة ناقصت ليه؟ عشان كنت ببني. لا هنحط ده برضو عشان لو احتجت عشان نومك يعني عشان فضل معايا 11 جرافت استون اكس. جدعان بقول لكم ايه انا لازم اقرا التعليمات ولازم اعمل كل حاجة. ايوه معايا 7 دلوقتي. 7 حجر وثلاثة. ماشي يا عم. هيقول لي بعد كده بيقول لي not bad for your first time. وقت let's hope
واحنا هنعمل ايه؟ it the this does need يا جدعان اقروا معايا break افطر love افطر ولا ايه؟ يا جدعان احنا بنلعب لعبة تانية. you hit a tree with it a full times وقت well let's see 4x in attacion. ما فهمت قصدها. هي عاوزاني اعمل ايه ده؟ عاوزاني ايه ده يعني؟ ده عاوز عشان كل ده يا جدعان حرام، يا جدعان حرام اللي بيحصل فيا والله. ممكن نزرع يا جدعان، انا ازرع لكم في مكان واعمل لكم سرير وحاجات اللي انتم عاوزينه. لو تخشوا معايا اللعبه هعمل لكم اللي انتم عاوزينه براحتكم. ايه ده؟ الشرب نعمل منه اسمه ايه ده بتاع تستهبل. يعوز مني ايه؟ shut down a tree شجرة. جدعان بقول لكم ايه، نفسي اعمل لكم بيوت حلو. هنشوف اللي بعده building walls 3. قصده جدران. ثواني، لا هنقفل. لا انت بتعمل ايه؟ لا ايوه يعمل هنا خشب خالص. على انت بتعمل ايه يا عم؟ ما تخش يا اختي. الله عليك، الله العظيم. محتاج موارد ضروري. عاوز اجمع شوية الموارد واحطهم في التشيست كده اقدر اعيش حياتي في الاماكن. بس يا جدعان خلوا بالكم، في اماكن احنا ممكن نروح لها نجمع موارد، بس الشنطة بتاعتنا هتكون مليانة. انا محتاجة اعمل شنطة في كرافتينج. وانت بنيت 2، اعمل شباك احسن عشان اتفرج على الزومبي واعمل له لساني. بس ايه ده؟ والله يا جدعان انا مرعوب من الظلمة. خلينا نطلع عينينا كده، بص يمين وشمال. ايه ده؟ يا رب استر، يا رب ترى محشور. محتاج اخر حاجة عشان اشغل الراديو. والله يا جدعان انا محتاج. ايه ده؟ اقدر اعمل شيس؟ اقدر اعمل الكامب فاير ولا اسمه ايه ده؟ ده اسمه غريب. بصوا بون فاير ايه؟ اسكت يا بون فاير. اوكي محتاج خشب وكده، خشب وحجر. بس يا جدعان عارفين هعمل ايه لو لقيت زومبي؟ هجري واخليكم تيجوا معايا، هنقذكم انا بالسلاح اللي معايا ده. ايه ده؟ خلي الزومبي يعيط بقى. وجيب مامته وباباه اديلهم على قفاهم هيد شوت بقى. يقول الله، شايفين اللي شايفه؟ بس
استنوا يا ناري زي مش عايز يعضني. امشي يا عم امشي. اوعى ايه ده شن شفتوا الله شفتوا والله فكرت زومبي لحمة. يا ربي يا ربي يعني لحمتين اشويهم ولا اسيبهم؟ والله ما انا عارف. واتقول ان انا اعمل كام فاير بره هنشوف. يا اختي لسه اتنين يخرب بيتك. اه يا عم انا جوه احسن عشان البرد والله العظيم البرد. ليفل 5 يا حلاوة. حلو بس البتاعة ديت حلوة. استنوا كاربنتي تيبل. واحنا نعمل ايه بيه؟ خلينا احسن كام فاير. حلو ايه ده؟ اتنين درون. انا مش فاهم اي حاجة يا اختي. برا برا يا ابن الايه. انا محرس والله خسارة. ايه ده حاجة نشويها؟ انا عندي اللحوم. والله شايفين ده؟ والله لو طلع زومبي بيطلع من الارض. بس شفتم الزومبي اللي كان مطور اللي كان ماسك شاكوش ده والتاني كان بيتكلموه؟ والله غريب غريبين. مش عارف انا جدعان عارفين لو في صرصار انا افعصه برجل بقى لو في اللعب. تعال والله والله لو في زومبي هفعصه انا بقى بدماغي واحوله سندوتش بقى فول وارميه في الميه يغطس يعمل غطس بقى استحمى. بوتيتو بطاطس يا جدعان انتوا ما عايزين احمر لكم بطاطس ولا ايه؟ يلا انا نفسي في السندوتش حاجه انا هقطع له. لو في سكينه هقطع كده. اصل السكينه راحت مني عمال كنت بضرب زومبيات. معلش بقى انا ممكن اعمل سكينه بقى واقطع لكم الطماطمايه. ايه ده؟ اه صح ده انا محتاج ميه الاول. ايه ده؟ الله اقدر اعمل لكم حاجه جديده بقى. ايه ده الراديو؟ ايه ده؟ طب مش انا عندي راديو. ثواني ليفل 7 جنفر بطاطس. يس سلام سلام. واو تأمينات سبيكس. وده استنوا كده ماشي. وفرشة وده. جماعة اكتبولي في التعليقات ايه الحاجات دي. لو انتم لعبتم اللعبة ديت اكتبولي زومبي تراب. اوه ديت حلوه بس محتاج 5. ودوت ايه ده يا جدعان؟ اكتبوا لي في التعليقات ايه الحاجات الغريبه دي. وعشية شمس.
محتاجة 15. بس يا جدعان محتاجين ارم مكسر و... استنوا، شايفين ده وده مختلفين عن بعض. اكتبوا لي في التعليقات ايه ده وايه ده. يا جدعان اكتبوا لي في التعليقات، انا مش عارف اي حاجه. ايه ده يا خراش، ده نبات واحنا نجيب قطط ولا ايه؟ مش فاهم انا. نباتات واحنا هنربي عندنا ايه؟ جدعان نفسي اجيب زومبي تراب ده، والله عجبني. وبتاع التأمينات خسارة طبعا. يا جدعان لو انتم عايزين حلقة من أدهم المصري، اعملوا لايكات واشتراك وسبسكرايب لو انتم حابين الفيديو ده. بس لو انتم بتترعبهم ما تخافوش، انا بطل على فكرة في الالعاب. لو لقيت زومبي هديله على قفاه بصندوق رينجا بقى. عم عاول اخوه. يلا سلام.